ملفنا بزهق. إذا عندكم حيلا شيء تاني تعملوه، حتى إنه تقعدوا تحكوا مع أهلكم أو تعربوا الخزانة أو تنزلوا الصيفة أو تفوتوا تنبشوا، شو الفرق بين البيبونج والزهورات؟ بركة تتسلوا أكتر. اليوم ملفنا عن الدولة، شو يعني دولة؟ إذا في دولة ومين فيه يطالب مين إنه الوضع يتحسن؟ وبدي أتمنى على كل لبناني وبطليعتهم الطبقة السياسية إنه يكون عام 2024 هالعام الجديد اللي بده يحل على لبنان يكون عام وعي وإدراك. إيه معالي الوزير، هو التحسن تمني بيجي لحاله. برو أنت من الطبقة، مثلاً التلاميذ بالاستوديو منهم من الطبقة، التلاميذ هن فيهم هيك يتمنوا، بس أنت الوزير نحن بنتمنى أنت بتشتغل إنه هيك بيصير الشغل بالدول عادة. وهلأ لليلي بعده معنا رح نبلش بصف التاريخ والتربية المدنية، جيبوا ورقة وقلم. شو هي الدولة؟ أرسطو بيقول أنه الدولة بتلبي الحاجات المتنوعة للأفراد سواء كانت اقتصادية، اجتماعية أو أمنية. سبينوزا بيقول أنه الدولة بتستمد مشروعيتها من خلال الالتزام بالعقود المبرمة بين أفراد المجتمع وتمكين الفرد من ممارسة حقوقه الطبيعية دون إلحاق الضرر بالآخرين، أي تأمين الحقوق المدنية للأفراد. ماكس ويبر بيقول أنه الدولة كيان سياسي منظم بيسعى لتنظيم الحياة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية للأفراد بالمجتمع اللي بتجمعهم عدة روابط. هلأ جبران باسيل بيقول No, but it's different than Washington and London. We should maybe teach them how to run a country without a budget. سمال عليك، سمال عليك يا ديعان أرسطو سبينوزا وماكس ويبر فيك. هيدا واحد من أفراد السلطة السياسية يلي عم بيديروا الدولة حاليا. لنرجع نعيد، أركان الدولة هي الشعب، الإقليم أو المنطقة الجغرافية يلي بتوقع تحت سيطرتها، والسلطة السياسية يعني الحكومة مش بالشكل اللي نحن بنعرفه بلبنان. يعني فكرة جيش شعب مقاومة هيدي مش دولة، هيدي عصير كوكتيل شقف مثل أفوكا فريز وموز أو أوت بيريز بينات بوتر إذا عم تشربوه بالصيفة. بونجور بونجور. الكوكتيل بينشط، سو رح نروح على الشابيتر الثاني. أوهمونا إنه الدولة ضعيفة وما بتقدر، بينما هي فعلياً مش موجودة لأن كل أجهزتها تم تطويعها لصالح السلطة السياسية ومصالحها. هيدي الدولة، بيزي الدولة، قوية معكم وقوية علينا. ولما سألنا مؤخراً وين الدولة عن موضوع الحرب بالجنوب، قالوا لنا الدولة ضعيفة ومغيبة وما عندها موارد وإمكانات وقرارها مصادر وسيادتها مستباحة. نحن نحمل الحكومة أي عدم استقرار أو الحرب مع إسرائيل. هل أنت في لبنان؟ أنت تتكلمين معي في لبنان ولا أنت في جسر كرساو؟ أنت في لبنان وتعرف الوضع، لنكون واقعيين، أقوم بما لدي، أما قرار الحرب هو بيد الحكومة اللبنانية؟ أين أنت؟ وين قاعدة؟ سمال عليك، سمال عليك يا ديعان أرسطو وسبينوزا وماكس ويبر فيك. يعني عن جد شفقنا عليها للدولة، بدل وين الدولة لازم نصير نقول حرام الدولة. مصيبتنا قليلة قدام مصيبتك يا دولة. بالواقع هن ما خلوكن، ما خلو يكون عندكن كهرباء وسدود ومي ونفط وغاز وطرقات وبيئة نظيفة وفرز ومعالجة نفايات. لأنه نحن بدنا ونحن فينا. يعني بين ما خلونا ونحن فينا بس ما بدنا، ونحن فينا وبدنا، واصلا ما بنعرف نحن شو بدنا، والخطوط الحمر والمقدسات والمقامات ضاعت الدوله وضاعت معها الحقوق على انواعها. قلت لكم انه الملف بزهق، ما صدقتوني وبعدكم مصرين تكملوا للاخر. هلا بالوقت يلي لبنان فيه عم ينقصف، يلي منعتبرها دوله كانت دائما موجوده، موجودة عم بتمرر كتير من المشاريع والقوانين يلي رح تفوتنا بالحيط بالمستقبل القريب، منا مشروع الموازنة يلي ما فيه شي من الإصلاح أو الحل لأي أزمة، والأخطر مناقشة مشروع قانون إنشاء المؤسسة المستقلة لإدارة أصول الدولة. الصندوق السيادي أو بيع أملاك وأصول الدولة،
حل تطرحه قوى سياسية ومصرفية عدة تقول إنه يفترض أن يكون مدخلاً لتخفيف حدة الانهيار الحاصل. بعدكم عم تاخذوا نوت معي؟ الاقتراح اليوم على الطاولة أنه الدولة تبيع أصولها، يعني مش أصولها الفينيقية، أنه مش طائر الفينيق، أنه يا ريت هول فينا نبيعهم ونخلص، بس لا، أصولها يعني كل شيء بتملكه الدولة، كل شيء كلنا بنملكه. فسياسة بيع أملاك الدولة عبر صناديق سيادية أو تحت مسميات عدة يساهم مباشرة في تصفية هذه الأملاك وتبديدها. أصلاً ليش وخليته بالدولة لنقدر نبيعه؟ إحنا أقصى تقدير بيقول لك بأكثر السيناريوهات تفاؤلاً بيقول لك قيمة أصول الدولة اللي بنقدر نستثمرها أو بنقدر نخصخصها أو بنقدر نلزمها أو بمختلف الأشكال توصل ل 17 مليار. حل منطقي، مثل وقتها يخلص معاشنا بالبيت بنصير ننبش على قصص مش عايزينها لنقدر نبيعهم، مثلا حلقة دولفين يلي هديوك ياهن بس خلقتي، طقم الفضة يلي هديوكن ياهن بس تجوزتوا، أو التريدميل يلي شريتوها بس قررتوا تبلشوا سبار بوقت كوفيد وهلأ صارت منشر غسيل. هيدي فكرة مين دخلكن أنه نبيع أصول الدولة؟ سريعا ردت جمعية المصارف بخطة بديلة كان قوامها صندوق سيادي توضع فيه أصول الدولة من عقارات ومؤسسات تابعة لها يديرها القطاع الخاص لسد الفجوة المالية في المصرف المركزي. أوبسي، هلأ عرفنا هيدي فكرة مين. منظومة هتخلي كبار المودعين للآخر وتعطيهم أصول الدولة، بمعنى 11 ألف شخص يعني 0.0001 من واحد من السكان بيستحوذوا على الأصول الدولة. هذه هي المخاوف اللي عم تدفع البعض ليقول إنه البلد حينباع. أصول الدولة هي مفروض تكون مساحات للناس، مش أرقام لنطفي الخسائر بالآخر، بس إنه ما فينا نلوم الدولة بس لنلوم الدولة. في أفراد معينين أخدوا وبعدهم عم ياخدوا هول القرارات وخربولنا حياتنا ووصلونا لهون. في أفراد بالسلطة السياسية عندهم المسؤولية أنه خلوا الدولة تصير مشاع. في عنا سلطة سياسية أو مافيات صادرت الدولة على مدى عقود، وخلونا نفتكر أنه اللي عم نعيشه شيء شبه طبيعي، وأنه نحن مثل طائر الفينيق كتير ريزيلينت وفينا كل مرة نطلع من الأزمة تبعنا ما كأنه في شيء. No, it shouldn't be the most Lebanese thing ever. هيدي الفكرة أنه نحن فينا نسهر تحت القصف وفينا نقوم بحيالة وقت من أزمتنا وأنه كله تمام بلا محاسبة، هيدي أكبر كذبة بنكذبها على حالنا. Lebanon, you know, gets adapted to every difficult situation. نحن منشكرك على كل شغلك من ألاف السنين لهلأ، بس صار وقت نستغني عن خدماتك. رح نعطيك شهر notice period لتدوب كل كليكي شك وتحمل حالك وتفل. باي باي. باي باي. بريك وبنرجع.